الذين يرون أن ذات أسباب ما تصلى، لكن يستثنون بكل حديث يرد أن مثلاً في إذا جاءتهم مسجد معنى فصلي بصلاتهم، هذا مستثنى. أنا رأيي قلنا العموم. نعم. حتى في الجنائز. يا كم من دوات الأسباب؟ مثل تصلي على الجنازة بعد الفجر بعد العصر، هذا من دوات الأسباب، لأنك تريد أن تسقط فرض كفاية. لكن إذا جاء مع أخرى ما يفعلون ذلك. عكس ما عليه اليوم الجهلة في هذا العصر، صلوا بعد الفجر على الجنازة في المسجد، خلاص سقط الآن فرض كفاية، ثم يذهبون إلى مقبرة يصلون عليها، وهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من دوات الأسباب. لما تنتظر حتى تطلع الشمس، لأن أصبح هذا نفلة مطلقة. لكن يكون في من ذوات الأسباب في حق من جاء من سفر مثلا، ورجل يريد أن يسافر، يكون هذا في حق من ذوات الأسباب. أما أهل البلد ليس من ذوات الأسباب في حق أصلا، لأن فرض الكفاية سقط بالصلاة عليه في المسجد، بقى صارت بعد ذلك سنة، الفرض سقط، فصار بمنزلة التطوع المطلق، تصلي عليها بعد الشمس، إلا إذا كنت مثلا جناح سفر ولست من البلد قد لا تعود، فأنا تكون في حقك أنت كشخص من ذوات الأسباب، أما في حق غيرك من أبناء البلد ليس من ذوات الأسباب.